بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق بدوري كما انطلق أخي قبل قليل من كتاب الميثاق في تعريفه بالحركة، ثم أعرج على التعريف بالمنهج الدعوي عند حركة التوحيد والإصلاح. وحديثي بحول الله عز وجل عن المنهج الدعوي عند حركة التوحيد والإصلاح سيكون ملتزما بهذا التقييد أو هذا التحديد، أي عند حركة التوحيد والإصلاح. الحديث عن المنهج الدعوي عند حركة التوحيد والإصلاح، يعني هذا التقييد سيكون التزامي به من حيث المبدأ والمنطلق، ولذلك سأقرأ النص المنطلق منه من هذا الكتيب الميثاق. أما ما يتعلق بالتفصيل والتحليل والشرح فلن يكون إلا مجرد قراءة شخصية لهذا المنهج، لأن ذلك هو المستطاع وذلك هو الممكن في عرض كهذا. في القسم الثاني من أقسام كتاب الميثاق نقرأ المقاصد، أو ثانيا المقاصد والأهداف. وتتصدر هذا القسم عبارات تمهيدية جاء فيها: إن أجمع لفظ يعبر عن أهدافنا هو إقامة الدين، المذكور في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشورى، الآية 13. فإقامة الدين دون التفرق فيه هدف جامع ودائم التقت عليه رسالات الأنبياء، وتلتقي عليه الدعوات الإصلاحية التي تخلفهم في رسالتهم. فإذن إقامة الدين هو العبارة الجامعة التي عليها اجتمعت رسالات الأنبياء من قبل والحركات الإسلامية اليوم، كلها تجمع وتجتمع على إقامة الدين، وكلها تخط في ورقاتها ومناهجها أن إقامة الدين بهذه العبارة أو بما يشبهها هو الهدف الجامع لكل عمل إصلاحي. وإقامة الدين هو جعل الدين عملا واقعا. فالدين من حيث هو اسم لدين الله عز وجل، الإسلام هو اسم للنصوص القرآنية والحديثية، ولذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين إذن هو الوحي الذي نزل من الله على محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي هو القرآن، وبما يضمن لذلك الكتاب عملا تطبيقيا تنزيليا توجيهيا تفسيريا، وهو السنة النبوية. فالمطلوب إذن هو إقامة تلك النصوص في الواقع، أي تمثلها سلوكا بشريا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وذلك هو إقامة الدين، وهو المعبر عنه
في كثير من الأحوال والأحيان بالتدين. فالمسلم المتدين أي الممارس للدين هو مقيم للدين بتدينه في نفسه وفي أسرته ومحيطه، والمجتمع بعد ذلك المتدين هو مقيم للدين بمؤسساته الاجتماعية في المجال الاقتصادي والسياسي والإعلامي وهلم جرى مما يتعلق بالمؤسسات التي تنظم السير الجماعي للإنسان. إذن إقامة الدين عمل تطبيقي تنزيلي يبدأ من مجرد الفرد ويتوج بالجماعة والوحدة الصغرى في المجتمع، الوحدة الفردية للمجتمع كما هو معلوم وكما يكاد يكون مجمعا عليه هو الأسرة. فالإنسان يتحرك في المجتمع انطلاقا من أسرة، مجتمع المسلم، فهو إذن يمارس التدين على المستوى الفردي في شخصه ولكن في محيط الأسرة أولا. وتنطلق كل المؤسسات وكل أشكال التدين الجماعية من تكاثر الأسر المسلمة، العلاقات الاجتماعية التي تقع بعد سواء على المجتمع على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماع العام كلها تقوم على نسيج أسري الذي هو في نهاية المطاف المجتمع. فعلى هذا النسيج تتأسس الدولة في نهاية المطاف. إذن الدولة هي الوحدة الكبرى للمجتمع، والأسرة هي الوحدة الصغرى للمجتمع، وكل ذلك يدور على عنصر أساس هو الفرد، هو الإنسان. فالدين إذن قضية في العمق فردية لها تجليات جماعية. الدين في العمق أقول قضية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إشارة إلى أن قضية الإيمان واتخاذ القرار قرار التدين هو مسألة تتعلق بكل نفس في ذاتها. وحينما يكون الإنسان في نفسه قد اتخذ ما اتخذ من قرار يشيع حينئذ التدين، حينما ينطلق من الفرد الذي هو عنصر أساس من عناصر الأسرة، سواء كان هذا الفرد أبا أو أما أو أخا، فإذ يتدين عنصر من عناصر الوحدة الصغرى التي هي الأسرة سيبدأ الإشعاع في التأثير على المحيط الضيق الذي هو الأسرة، وحينئذ يقع الإشعاع الخارجي بوجود العلاقات الاجتماعية المتدينة من زواج وطلاق وبيع وشراء وكل الأمور التي تحتاج في نهاية المطاف إلى تنظيم عام. لن يتم ذلك التنظيم العام إلا بوجود دولة تسهر عليه وتؤسسه وتحفظه وتؤطره، من مثل قضايا القضاء والمنازعات والتخطيط إلى غير ذلك مما هو من شؤون الدولة في نهاية المطاف. إذن التدين الذي نسعى إليه يتعلق بالإنسان، يتعلق بمواجيده، يتعلق بإحساسه، يتعلق بمصيره الدنيوي، وأيضا في نهاية المطاف بمصيره الأخروي. الحركات الإسلامية اليوم أو في العصر الحديث جملة تباينت مناهجها، فمن
ناظر إلى أن القضية قضية دولة وقضية سياسة، إذا صلحت صلح المجتمع، ومن ناظر إلى أن القضية قضية مجتمع من حيث هو تجمع وحدات صغرى أي أسر تؤول في نهاية المطاف إلى أفراد. فالقضية إذن من هذا المنظور قضية اجتماعية، السياسة فيها عنصر مكون من العناصر الأخرى التي تكون المجتمع. وقد أبعد قوم فألغوا الجانب السياسي نهائيا من الحساب الاجتماعي، واعتبروا قضية التدين قضية فردية 100% بغض النظر عن كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من اجتماع يؤول في نهاية المطاف إلى الأبعاد السياسية. فبين هذا الاتجاه المبعد في هذا الرأي والاتجاه الآخر الذي يختزل كل قضايا التدين في الحل السياسي، بين هذا وذاك مراتب تختلف قربا وبعدا إلى أحد الطرفين. حينما نتحدث إذن عن التدين بالمعنى الذي ذكرت أي الممارسة الفردية، لكن فردية لا يمكن أن تنفك أبدا عن المحيط الاجتماعي، ولكن انطلاقا من أقرب وحدة اجتماعية بل من أصغر وحدة اجتماعية التي هي الأسرة، ثم بعد ذلك إلى الدوائر الأوسع شيئا فشيئا إلى مستوى الدولة. فإننا إذن نجد أن الإسلام من حيث هو نصوص في القرآن وفي السنة قد أعطى الاعتبار الأهم والأكبر للفرد أولا، ثم بعد ذلك للفرد الجماعة. وحينما أقول الفرد الجماعة، الفرد من حيث هو تجمع صغير أي أسري وما يرتبط به من تجمعات أكثر اتساعا فأكثر فأكثر، وانتهاءا في نهاية المطاف بمؤسسة الدولة. بمعنى أن الذي نراه أن الأمر لا ينطلق من أعلى إلى تحت بل من تحت إلى أعلى، فالعلاقة جدلية. نعم، لا يمكن فصل الشيء السياسي أو الأمر السياسي عن الأمر الاجتماعي المحض ثم الأمر الفردي في نهاية المطاف، ولكننا نقول إن القضية التدينية تتعلق بالفرد أولا، ثم تنطلق منه إلى التجمع الأسري، ثم بعد ذلك إلى التجمعات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية التي تتوج بالتنظيم الأعم الأشمل في نهاية المطاف الذي هو الدولة. وإذا نظرنا إلى الساحة الإسلامية اليوم وجدنا أغلب التنظيمات تجعل القضية أو مفتاح قضية التدين في الدولة أو في مؤسسة الدولة، وأن الحل لأزمة المجتمعات الإسلامية اليوم إنما يكمن حسب هذا الرأي في حل القضية السياسية، حتى اعتبرت أصلا من أصول الدين، سواء عبر عن ذلك صراحة أم لم يعبر. المهم عندنا أن الممارسة الواقعية الفعلية لدى كثير من الحركات تفسر عمليا بهذا المنطق، يعني أن القضية السياسية ليست شيئا يتوج المسألة التدينية بل هي جوهر من جواهر التدين. ولذلك مما يدل على هذا، ولذلك وقع عليها الولاء والبراء، بحيث إننا نرى ونشاهد ونلمس أن الموقف السياسي أو تحديد الموقف السياسي لفرد من الأفراد أو لجماعة من الجماعات أو لتنظيم من التنظيمات يكون ذلك التحديد الذي اتخذه سببا في أن يصنف تصنيفا معينا، بحيث يقع بناء على موقفه ولاء له أو براء منه، إلى درجة يمكن أن نقول إن التنظيمات الإسلامية اليوم
تختزل القضية الإسلامية في ما يمكن أن نعبر عنه ب قل لي ما موقفك السياسي، أقول لك ما قربك أو بعدك من التدين أو ولائي وبرائي منك. فإذا كان موقفك السياسي مثلا موافقا لرأيه السياسي فأنت على ولاء منه، وإن كان موقفك مناقضا أو ربما حتى مخالفا، ليس إلى درجة المناقضة، فليس بينكما إلا البراء. وهذا واقع مشهود وممارس اليوم. فهل فعلا القضية السياسية في مجال التدين، في مجال مشروع الحركات الإسلامية جملة الذي هو مشروع الأنبياء والرسل الذي هو مشروع الدعوة إلى الله عز وجل، هل الموقف السياسي بالفعل يشكل ذلك الموقع وتلك الخطورة في التصور الديني وفي العمل الديني وفي التشريع الإسلامي في نهاية المطاف، أم أن في الأمر تضخما وتضخيما؟ حينما نرجع إلى النصوص القرآنية والنصوص الحديثية سنلاحظ ظاهرة، هذه الظاهرة هي أن التشريع الإسلامي من خلال النصوص القرآنية والحديثية أعطى القيمة الكبرى من الناحية التشريعية لأصول العبادة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك للمعاملات الاجتماعية ذات الطابع الأسري أو ما لحقها من علاقات أوسع قليلة. يعني التشريع الإسلامي تركز أساسا أو تركزت نصوصه فيما يتعلق بالعبادات بالدرجة الأولى، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أركان الإسلام الخمس انطلاقا طبعا من شهادة أن لا إله إلا الله العقيدة. أركان الإسلام الخمس هي التي احتلت القسط الأوفر من تشريع في القرآن وفي السنة، وتبعتها بعد ذلك ما يتعلق بالتشريعات شبه الفردية أو ذات الصبغة الجماعية الصغرى، أي ما يتعلق بالأسرة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالدائرة الأوسع وهي دائرة المعاملات، خاصة ما يتعلق بالبيوع والعقود التجارية والمالية بصفة عامة وما أشبهها من قضايا الحدود وغيرها مما هو يرتبط بالجماعة على المستوى التحتي لا على المستوى الفوقي. الأمور الأخرى التي هي التشريع السياسي، التشريع السياسي لا نكاد نجد له في القرآن نصا تفصيليا ولا في السنة. نصوص التشريع السياسي في القرآن الكريم والسنة النبوية في أغلبها الأعم نصوص مجملة، نصوص مجملة، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ثم إن هذا الإجمال الذي وجد في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية، اسمعوا وأطيعوا مثلا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه النصوص ذات عموم وإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن نقول إنها تتعلق بخصوص المجال السياسي، نظرا لأن مسألة الشورى يمكن أن تطبق لا على المستوى السياسي وحسب، ولكن أيضا على المستوى الأسري، المشاورة داخل المؤسسة الأسرية، المشاورة داخل المؤسسة الاقتصادية مثلا داخل الشركات، كل أشكال الاجتماع البشري مطلوب فيها إنجاز الشورى وليس فقط الجانب السياسي. ففي الحقيقة ليس هناك تقييد نصي، يعني لا يمكنك أن توسع دائرة معناه إلى ما هو خارج المعنى السياسي، ليس هناك تقييد بهذه الصفة، ولكن الآية
تحتمل كل هذه المعاني من حيث تحقيق مناطها وتنزيلها في الواقع. بينما المجال التعبدي الصرف، تشريع العبادات كالصلوات مثلا، يعني أخذت حظا وافرا من تشريع في القرآن وفي السنة النبوية. فالنصوص التي نقلت من الحديث النبوي الصحيح في مسألة الصلاة تملأ كتب أو بطون كتب الحديث. كذلك مسألة الزكاة وأنواع التعبد الأخرى من حج وصيام وكل النوافل المتفرعة عن هذه الأصول، وأيضا قضايا الاجتماع الأسري، ما يتعلق بالأسرة، فصل في القرآن تفصيلا يكاد لا يبقي مجالا للزيادة الاجتهادية العقلية. ما يتعلق بقضايا الأسرة، حتى الرضاع، حتى الفطام، جزئيات الطلاق، الوقت الذي لا يجوز فيه الزواج، الوقت الذي يجوز فيه، قضية البينونة، أشكال تفصيلية جزئية فصل فيها القرآن ونص على آحادها واحدة تلو الأخرى في مجال الأسرة. كذلك مجال الإرث، آيات الإرث فصلت تفصيلا في أقساط وحظوظ الورثة، وما بقي فصلته السنة تفصيلا، حتى إنه لم يكد يبقى مجال للزيادة أو النقصان على ما فصل في القرآن وفي السنة في مسألة الإرث. كذلك كثير من قضايا العقود، بل إن الأحاديث النبوية وجد فيها مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارات في المجال العقود، مجال العقود المالية، إشارات إلى أشياء لم تعرف على وجهها الحقيقي إلا في المعاملات المالية المعاصرة. قضية الصرف مثلا أو عقد الصرف كان قديما ولكن بأسلوب تقليدي، صرف الذهب بالفضة، إني كما في الحديث إني أبيع بالدراهم وأقبض الدنانير وأبيع بالدنانير وأقبض الدراهم، فقال له لا بأس، أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان بسعر يومها، وفي رواية ما لم تفترقا وبينكما شيء. تفصيل جزئي دقيق لم يعرف أو لم تعرف خطورته الحقيقية إلا عندما ظهرت العملة المعاصرة. لا بأس، يعني صرف الذهب بالفضة باعتبارهما كان نقدين في ذلك الزمان، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام ما دام بسعر اليوم. وفي الحقيقة يعني خطورة هذا الشيء اليوم في هذا العصر يظهر بشكل قوي، يعني حينما نصرف الدرهم بالدولار مثلا أو بالفرنك الفرنسي، يعني يتبين بالفعل السرعة الهائلة التي تفقد بها العملة أو تفقد فيها العملة التوازن. لا بأس إذا كان بسعر يومها. النبي عليه الصلاة والسلام قلت فصل تفصيلا حتى فيما يتعلق بمستقبلات التشريع في المجال أو في أغلب المجالات ما عدا المجال السياسي. المجال السياسي يعتبر مسكوتا عنه، وعبارة المسكوت عنه في التشريع ليس معناها ذلك التشريع الذي لم ينص عليه في الكتاب ولا في السنة هكذا بإطلاق، لا، ولكن ما دعت إليه الحاجة ولم ينص عنه، فذلك هو المسكوت عنه في الاصطلاح الأصولي. يعني أن الشارع قد نظر في المسألة، أو قل كان على وعي بها ولم يشرع فيها نصا. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف تلك القضية معرفة جيدة ولكنه لم يشرع فيها، فذلك مسكوت عنه. أما ما لم يعرفه أصلا النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمسكوت عنه، بل هو يعني من الأمور التي لم تظهر في زمانه ويشرع لها بعد ذلك في الاجتهاد الذي سيقع فيما بعد. أما الأمور التي كانت في زمانه ودعت إليه الحاجة كالمسألة السياسية، المسألة السياسية جاء الإسلام في ظرف كان يعرف الحكم السياسي في
أجلى مظاهره. كانت هناك الإمبراطورية الساسانية الفارسية إلى جانب الجزيرة العربية ذات تاريخ سياسي عريق، أيضا الإمبراطورية البيزنطية ذات تاريخ سياسي وثقافة سياسية وفكر سياسي عريق. كان في الجزيرة العربية مملكة سبأ وممالك العرب في اليمن التي ورثت للأجيال ثقافة سياسية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأوس والخزرج على وشك تنصيب سعد بن عبادة ملكا له. فإذا الإحساس بالملك، الإحساس بالرغبة في التنظيم السياسي كان واردا لدى العرب وفي زمانهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء نبيا رسولا وكان رئيس دولة، نعم هذا لا خلاف فيه، ولكن على مستوى النصوص التشريعية تكاد لا تجد نصا لا من الكتاب ولا من السنة. وكانت الأزمة حاضرة إذ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كانت الأزمة السياسية على أعلى مستوياتها، قضية سقيفة بني ساعدة. حينما اجتمع الأنصار في السقيفة مع المهاجرين يتداولون الرأي في خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. شكل الخلافة، شكل الخلافة ليس فيه نصوص، وبقي الصحابة في حيرة، منا أم منكم، أي من المهاجرين أم الأنصار. ثم شكل الخليفة، شروطه التي حدث فيها خلاف بعد ذلك كبير وتفرقت من أجلها الأمة فرقة، مدته أيحكم طول عمره أم مدة معينة، هل يستبد وحده أم لا بد له من هيئة، قضية الشورى أملزمة هي أم معلمة، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي زخرت بها القضايا السياسية في الفكر الاجتهادي لا في النصوص الشرعية. أما النصوص فليست هناك نصوص تنظيمية تفصيلية، هناك نصوص عامة مجملة تتعلق بالشورى وتتعلق بالسمع والطاعة، ما أقيمت فينا الصلاة. أما تفاصيل ذلك كيفيات تنزيل المسألة السياسية فليس فيها نصوص تفصيلية، على الأقل كالنصوص التي هي في الزواج والطلاق، بل ها أصول العبادات. ماذا يعني ذلك؟ يعني وجل قصد تشريعيا إلى إغفال هذا الجانب، وإلا فإننا سنكون مضطرين إلى تفسيره تفسير آخر لا يليق بالدين ولا يليق بجلال الله عز وجل وعزته، الذي يغفل جانبا كهذا حيويا خطيرا، إما أنه لا يعرفه وحاشا لله عز وجل أن يغيب عن علمه. أقول ذلك عالمه فأغفله، وهو المسكوت عنه في الإصطلاح الفقهي، عرفه أو عالمه فأغفله أي سكت عنه، وسكت عن أشياء رحمة بكم أي عالمها فلا تسألوا عنها. فإذا كان قصد الشارع، كان قصد الشارع أن تترك المسألة السياسية للاجتهاد المحض. ولذلك يمكن أن أجزم بأن نسبة 99% من القضايا السياسية هي قضايا اجتهادية بحتة، بينما أمور التعبد الأخرى، أمور التدين الأخرى، أغلب أو كثير من أصولها وفروعها نصوص. من هنا إذن كان التدين أساسا المقصود من الناس بصفة عامة هو التدين الفردي الذي عليه تتأسس أشكال التدين أو أشكال التدين الجماعي. ولذلك قلت في البداية إن التدين فردي في الجوهر، جماعي التجليات. كان جماعيا لكون الإنسان لا يمكن أن يكون إلا اجتماعيا، يقولون الإنسان اجتماعي بطبعه،
فلذلك كان من الطبيعي أن يكون للوجود البشري تجليات اجتماعية، وإذا يكون لتدينه هو الآخر تجليات اجتماعية. فهو إذن قضية وجودية فردية ولها تجليات اجتماعية تنظمها المسائل الجماعية العامة، من بينها القضية السياسية. وأرجع مرة أخرى إلى طبيعة التشريع لتأكيد هذا المعنى وتعميقه وتجذيره، حتى يبدو لنا بالفعل الواقع الذي نعيشه كحركة إسلامية، ومكان الصواب والخطأ مما نمارسه من دعوة إلى الله عز وجل. منهج التشريع الإسلامي أن الله عز وجل إذا أراد سبحانه وتعالى أن يحكم حكما من الأحكام الخمسة التشريعية، من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، فإنه يسمي المحكوم عليه باسمه. هذه من مناهج التشريع، يسمي المحكوم عليه باسمه، هذه الأولى. ثم إنه بعد ذلك إن كان من القضايا الكبرى يذكره في القرآن، ولا يدع للسنة إلا تفصيله وتفسيره، وإن كان من تشريعات بدرجة ثانية أو من الدرجة الثانية فإنه لا يذكره في القرآن وإنما تذكره السنة، ويبقى للاجتهاد تفصيله وبيانه. وإن كان من درجة ثالثة فإنه لا يذكره لا في القرآن ولا في السنة، ويتركه للاجتهاد البشري. الله عز وجل قصد أن يحرم الخنزير مثلا فسماه باسمه، وإذ كان قصده من النهي عن السباع لم يذكرها في القرآن الكريم، لأن التشريع فيها كان من الدرجة الثانية، وإنما وردت في السنة، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ما المانع أن يذكر مثلا إلى جانب الخنزير الأسد؟ لا مانع، ولكن المانع أن الله عز وجل لا يقصد تحريم أكل لحم الأسد بنفس الدرجة التي يقصد بها سبحانه وتعالى تحريم أكل لحم الخنزير، فنص على الخنزير باسمه، رغم أن العرب كما قلت لا تعرف من الخنزير في غالب الأحوال إلا اسمه، فهو حيوان غالب وجوده في البيئة الغابوية ذات المياه، ويندر أن يوجد في الصحراء. العرب تعرف الضبع وتعرف الغزال وتعرف أنواعا من السباع الأخرى، ولكن الله عز وجل حرم الخنزير باعتبار المآل، فقد علم سبحانه وتعالى بعلمه المطلق في الزمان والمكان أن الأمة ستتسع فتوحاتها لتشمل البلاد التي يعيش فيها الخنزير، فتحريم الخنزير على الحقيقة كان للجيل الذي بعد الصحابة. فلو كانت المسألة السياسية لها القيمة عند الله التي للخنزير لذكرها بالنص في القرآن، باعتبار أنها قضية ستكون لها قيمة من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما علم سبحانه وتعالى ما سيقع للأمة من اتساع وامتداد إلى بلاد يعيش فيها الخنزير، كذلك سبحانه وتعالى يعلم أن الأمة ستمتد في الزمان والمكان المستقبليين في أو إلى فترات تكون القضية السياسية من أصعب القضايا ومن أدخلها في حياة الناس. فلو قصد للقضية السياسية حكما لذكره نصا في القرآن الكريم ولجعله تشريعا من الدرجة الأولى، ولكنه أغفله قصدا. ثم قلت حتى حينما يكون التشريع من درجة ثانية فإنه يذكر في السنة كما بينت، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ونهى عن الحمر الأهلية، وحرم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها مما لم ينص عليه في القرآن، وهلم جرى.
من القضايا التي أضافتها السنة على سبيل التفصيل لأصول ما حرم أو ما وجب في الكتاب، وكانت كثير من المندوبات مذكورات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن القضية السياسية بالفعل رغم ضخامتها في الإحساس والوجدان الإنساني كانت مغفلة من التشريع بشكل يكاد يكون كليا. معنى ذلك قلت ترك القضية للاجتهاد، معنى ذلك أيضا أنها من ناحية التدينية من الدرجة الثالثة، من الدرجة الثالثة. فإذا التدين الفردي هو المقصود بالقصد الأول، والتدين الجماعي الضيق أو المتوسط، يعني ما يتعلق بالأسرة وما يتعلق بالاجتماع الاجتماعي البسيط الشعبي من تبادلات ومعاملات وعلاقات، مقصود أيضا بمستوى ثان. أما التدين من حيث هو ممارسة سياسية فمقصود بدرجة ثالثة. ولذلك وجدنا أن أركان الإسلام وأركان الإيمان لا تتضمن شيئا من السياسة إلا على سبيل التلميح. سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ولم يذكر أو لم يذكر مثلا طاعة الإمام أو شكل من أشكال الحكم السياسي. قد يقال إن لا إله إلا الله تتضمن ذلك، نعم، وتتضمن أيضا صوم رمضان وتتضمن أيضا حج البيت والصلاة قبل ذلك، فلما أفردت هذه ولم تفرد تلك؟ لقيمة الصلاة في نفسها، وقيمة الحج في نفسه، وقيمة رمضان في نفسه، وقيمة الأركان الخمس، وبقيت المسألة السياسية للاستنباط لتقول أنت إنها متضمنة في لا إله إلا الله. كذلك أركان الإيمان الست، أركان الإيمان الستة التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ما فيها شيء إلا الغيبيات. من جمع بين الإسلام والإيمان بهذا المعنى فقد حصل الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما الإحسان إلا الجمع الدقيق أو المطابقة العظمى بين الظاهر والباطن، بين الإسلام والإيمان، فذلك هو الإحسان. أين هو المسألة السياسية إذن؟ فرد يقوم بهذا في نفسه، متدين بل محسن في تدينه، إذن القضية السياسية احتيج إليها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني قضية وسلية، هي وسيلة، وسيلة هي تجلي للاجتماع البشري، ولو لم تكن تجليا لما احتيج إليها في التدين. آيات الحكم المذكورة في القرآن أغلبها آيات قضائية، وكثير من الدارسين استشهد بها في الجانب السياسي رغم أنها تتعلق بالتنظيم القضائي، والتنظيم القضائي واحد من القضايا التي يحتاج فيها إلى مؤسسات الدولة، وليست هي كل أشكال الدولة، كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني مسألة القضاء والحكم هنا بمعنى القضاء، ومن لم يحكم بما أنزل الله من حيث التشريع القضائي. آيات الحكم والحاكمية آيات قضائية لا سياسية، وفرق بين القضاء والسياسي، فرق. طيب، إذن القضية الدعوية في نهاية المطاف قضية فردية وجودية، وحينما أستعمل مسألة وجودية فإنني أعني بها أن الإنسان من حيث هو موجود له قضية، قضية تتعلق بعمره الذي يعيشه في الأرض وبمصيره، وبمصيره الذي سيصير إليه بعد موته. وهذه القضية قضية وجودية
اشتركوا في الإحساس بها كل الناس، مسلمين كانوا أم كفارا، يهود نصارى مجوس لا دينيين، كل شخص بشر على وجه الأرض إلا وله إحساس وجودي، يعني أنه يحس بأن وجوده هذا في الأرض وجود قلق، قلق هو عمر له بداية ونهاية يختم بموت. كل الناس يموت، الغني يموت، الفقير يموت، العالم العظيم العبقري يموت، البليد الجاهل يموت، كل شيء في الكون يموت إلا الله عز وجل. هذا المعنى الوجودي للقضية التدينية الفردية. إذن هذه في الحقيقة قضية فردية، ولذلك عبر الله عز وجل في القرآن بلفظ الذوق حينما تحدث عن الموت، فقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. كان يمكن أن يقول كل نفس تموت، ولكن استعمال الذوق في هذا السياق له خصوص، إلى أن المسألة وجودية فردية، كل نفس ذائقة الموت، لأن قضية الموت كقضية التدين جملة، قضية مصير للذات، يعني مآلي أنا بعد موتي كيف يكون، أهناك بعث؟ لا يهم بعث الآخرين، المهم بالنسبة لي هل سأبعث أنا بالفعل، لأن المسألة مسألة شخصية، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تكلف إلا نفسك، يعني الجانب الفردي حاضر بقوة. ولذلك قلت عبر بالذوق، لأن الذوق لا يكون إلا إحساسا فرديا، وسأمثل بالأمثلة المادية الطبيعية، لا تذاق في الأشياء الطبيعية إلا الأشياء الذوقية كالحلاوة والمرارة والملوحة، وهلما جرى من قضايا الذوق التي تذاق باللسان. لو جئت إلى شخص وأردت أن تشرح له ذوقا ما، لنفرض أنك تريد أن تفسر له مثلا الملح أو العسل فلنجعله عسلا، وجئته بكأسين من العسل يراه بعينه، وقلت له انظر هذا كأس من العسل، إنه سائل يخرج من بطون النحل، مختلف ألوانه، له حلاوة تشبه حلاوة السكر، ما شئت من التعريف، فإنه لن يعرف العسل، لن يعرفه حتى يذوقه بنفسه، حينما يضعه على لسانه ويتذوقه حينئذ سيعرف ما العسل حقا، لأنه ذوق. لا يمكن أبدا أن تشرح الأذواق لأي شخص آخر، لأن الذوق إحساس فردي وليس جماعيا. لا يمكن أبدا أن أعلم شخصيا كيف تجد أنت الملوحة على لسانك، عندي اليقين التام بما أجدها أنا في لساني، ولكن ليس لدي اليقين التام بدرجة إحساسك بالملوحة أنت حينما تضعها على لسانك، ولا الحلاوة. والمسائل الذوقية إذن كما قلت فردية، لا تدرك إلا بالتجريب الفردي، لا تدرك إلا بالتجريب الفردي. ولذلك قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، لأنني رغم أو لأنك رغم ما يمكن أن تستعمل من مرادفات ومن تفسيرات وشروح للموت، فإنه لن يعرفها أحد، حتى ولو بعث ميت من الأموات وجعل يشرح لنا كيف يموت الإنسان، فإننا لن نفهم ولن نذوق على الحقيقة إلا بعدما نموت نحن ونعيش الموت، حينئذ سنعرف وسنعلم ما الموت. ولذلك قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. معرفة هذا الشيء الوجودي الفردي لا يكون إلا بالتجريب الشخصي، وحينئذ سنرى الأشياء على حقائقها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والبصر حاسة من الحواس، وليس بالضرورة كما أرى الشيء أنا تراه أنت على التمام والكمال، فللرؤية أيضا ذوق يتصل بالإحساس النفسي في متعلقه بالشيء المرى، كل يرى الأشياء بعين
تكاد تشبه العين الأخرى، ولكن إحساس الوجدان بالمرعي يختلف من شخص لآخر، لأن الرؤية أيضا في نهاية المطاف ذوق. إذن التدين هو كهذا الأمر، ذوق، يعني أنه فردي في نهاية المطاف وفي جوهره، وعلى الفردية تقوم الجماعية. من هنا إذن كان الخيار في الدعوة الإسلامية لدى هذه الحركة، حركة التوحيد والإصلاح، أن تنصب على المجتمع بالدرجة الأولى، تنصب على المجتمع من حيث هو فرد ومن حيث هو جماعة، ولكن بإعطاء القيمة الأساسية الجوهرية للفرد، والمؤسسة الجماعية التي الفرد يكون عنصرها الأساس كالأسرة مثلا وما يحيط بها من علاقات. أما المستوى السياسي فإن له مكانا أيضا، لا يلغى ذلك الإلغاء التهميشي الذي لا يضع له حساب، لا، بل يعطى له حظه من الاهتمام الذي أعطاه له التشريع. وقد ذكرنا أن التشريع جعل المسألة السياسية في الدرجة الثالثة، أي اجتهادية. فالمعلوم من الدين بالضرورة هو الأولى بالاهتمام الدعوي، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يكاد يختلف عليه اثنان إطلاقا، كوجوب الصلاة. من من المغاربة لا يعلم أن الصلاة واجبة؟ من من المغاربة لا يعلم أن الخمر محرمة؟ من من المغاربة لا يعلم أن الزنا حرام؟ كل الناس يعلم هذا، معلوم من الدين بالضرورة، ولكن قليل جدا جدا من المغاربة من يعلم أحكام الدين في المسألة السياسية. بل حتى الذين يعلمون أحكام الدين في المسألة السياسية على خلاف ونزاع شديدين. فمن غير المعقول الشرعي والاجتماعي أن تعلق مسألة الولاء والبراء بالمسائل الاجتهادية الصرفة، بينما أمور الاتفاق هي المجمع عليها دينيا وشعبيا، وهي المعلوم من الدين بالضرورة. القضية الدعوية إذن تتعلق بهذا الأساس، بهذا الأصل. من هنا إذن كان توجهنا كما ذكرت إلى الفرد وإلى الجماعة التي يعتبر الفرد أساسها، وهي الأسرة وما يحيط بها من علاقات اجتماعية قاعدية. ثم الاهتمام بالجانب السياسي هو في هذا السياق، يعني أن المسألة السياسية حينما نهتم بها فإننا نهتم بها باعتبارها مفتاحاً من المفاتيح الدعوية. فكل موقف سياسي، كل موقف سياسي أمكن أن أصل من خلاله، أمكن أن أصل من خلاله إلى مكاسب تدينية على المستوى الاجتماعي، فذلك موقف حسن. وكل موقف سياسي أدى إلى عكس ذلك فذلك موقف سيء. ولذلك لا عبرة بطبيعة الموقف السياسي إلا من حيث هو خادم للمسألة التدينية على المستوى الاجتماعي، فإن خدمها فذلك يخدم الغرض الأصيل والهدف الجوهري من الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد رأينا أن التفرق إنما هو على المواقف السياسية، وأن الاجتماع إنما هو على المواقف التعبدية المعلومة من الدين بالضرورة. وقد بينت الإجماع التام على المستوى العلمي والشعبي فيما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، والاختلاف والتناحر والتناقض فيما يتعلق بالمسائل السياسية. قلت إذا استطعنا أن نؤمن لهذا البلد تدينه الفردي والاجتماعي على مؤسسات أو على مستوى المؤسسات الاجتماعية التحتية، فقد ضمننا ضمانا استراتيجيا كما يعبرون جوهر التدين
الحاضر والمستقبلي البعيد المدى. وأذكر هنا مستويين: مستوى الأسرة الذي هو مستوى الاجتماع أو وحدة الاجتماع الصغرى، ومستوى الاجتماع العام الذي يسمى اليوم بالرأي العام أو يمكن أن نسميه بالشارع. الأسرة اليوم قضية تكاد تعتبر القناة الوحيدة لاستمرار التدين في العالم الإسلامي، ولذلك فإن حربا عالمية، وأقول حربا عالمية، تدور حول الأسرة في العالم الإسلامي. الغرب الذي يواجه حركات البعث الديني، حركات الإحياء الإسلامي، كبل كل منافذ التدين، كبل السياسة وكبل السياسيين، أراهن اقتصاد الدول الإسلامية بصندوق النقد الدولي، حجر على مؤسسات المجتمع الرسمية التي من شأنها أن تمارس الوعي الديني والإصلاح الديني، أراهن كل أشكال وإمكانات الإصلاح، غرب الفئة المثقفة في البلد فصارت تسبح بحمد الغرب. ماذا بقي للحركات الإصلاحية؟ ضيق عليها المجال. الذي يلاحظ البلاد العربية على مستوى العالم العربي والإسلامي أيضا يجد أن هناك قاسما مشتركا لدى الحركات الإسلامية، هو التهميش في أحسن الأحوال، والتقتيل والسجن وكل ما يتعلق بإشكال التضييق في أسوأ الأحوال. طيب، ولكن المجتمعات الإسلامية ما زالت مسلمة والتدين ما زال مستمرا، من أين هذا؟ دول قامت بما سمته بتجفيف منابع التدين على المستوى الدراسي، برامج التعليم، تهميش المساجد بل إغلاق المساجد وإرجاعها أو مسخوها إلى متاحف في كثير أو في بعض البلاد الإسلامية، ولكن مع ذلك المجتمع ما زال مسلما. القناة الوحيدة التي لم تزل تحمل استمرار التدين هو الأسرة. ما دامت الأسرة تقوم منذ التأسيس الأول الذي هو عقد الزواج على سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ينبعث عن ذلك علاقات وأبناء وتتكون مؤسسة صغيرة بالمفهوم الإسلامي الصرف، فإن ذلك كفيل بإنتاج واستمرار التدين على المستوى الشعبي. ولذلك قلت فصل الله عز وجل في التشريع في المسألة الأسرية ولم يفصل في المسألة السياسية. الله عز وجل إذ يشرع تشريعا يشرعه إن فصل فلحكمة وإن أجمل فلحكمة. ولذلك بعض الناس يتساءل كيف هذا التشريع في القرآن يفصل حتى في أشكال الفطام، كيف نفطم الصبي، كيف يقع الطلاق، قضية العدة، يعني أشياء تفصيلية جزئية فصلها القرآن الكريم للحفاظ على مؤسسة الأسرة باعتبارها جوهرا اجتماعيا أساسا يضمن التدين إلى الأبد ما دامت الأسرة تقوم في أصلها الذي هو عقد الزواج على سنة الله ورسوله. طيب، أمثلة من الواقع: بلاد الاتحاد السوفيتي السابق، الجمهوريات الإسلامية التي كانت مستعمرة ومنضوية تحتها، قضي على كل أشكال تدين فيها قضاء تاما. الدولة الشيوعية دينها الكفر صريع، المساجد مغلقة، ممارسة التدين الفردي ممنوع، ولكن
رغم مرور قرابة قرن من الزمن على هذه الحال وموت جيل كامل وميلاد جيل كامل في ظل الكفر الكامل وسقوط الاتحاد السوفيتي بعد ذلك، انبعثت البلاد الإسلامية التي عاشت هذه الحال أقوى ما تكون على المستوى التدين الفردي والجماعي. أين كانت مؤسسة الدولة؟ كانت غائبة. الأمور السياسية غائبة على التمام والكمال. كل أشكال حماية التدين الرسمي والشعبي كانت غائبة. ما الذي أبقى التدين بهذا التوهج في الشيشان وفي كازاخستان وفي كل الجمهوريات الإسلامية السوفيتية؟ ما الذي أبقاه؟ شيء واحد ووحيد، الأب والأم، يعني الأسرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وبعد سقوط الأندلس تاريخيا في إسبانيا، بقي المسلمون تحت الحكم، أو بعض المسلمين ممن لم يهاجر من إسبانيا، بقي بعض المسلمين من الذين بقوا على تدينهم بعد سقوط الأندلس قرابة قرن من الزمان، رغم محاكم التفتيش والتعذيب الرهيب الذي مورس على الموريسكيين آنئذ. ولكن بقيت الأسرة تحمل آثار التدين إلى الآن. عادات الإقليم الذي يسمى الآن بالأندلس، يعني غرناطة وحواليها، تختلف عن عادة الإسبان الذين في الشمال، بسبب أن البقية الباقية من المسلمين الذين ذابوا بعد طول الأمد في المجتمع النصراني كانوا في الجنوب. وحركات البعث الديني هي اليوم أقوى في الجنوب الإسباني منه في الشمال الإسباني، لكون النفسية الاجتماعية التقليدية لها قابلية الرجوع إلى الإسلام بسبب العادات التي بقيت في الأسرة، توارثها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء. الأسرة لها دور جوهري في الحفاظ على التدين وإنتاج التدين. ولذلك كانت الأسرة من حيث هي مؤسسة ومن حيث هي أفراد ذكورا وإناثا من الأولويات الدعوية لدى حركات التوحيد والإصلاح، أولويات. ثم بعد ذلك ما يسمى بالرأي العام أو الشارع أو المجتمع العام الشعبي. مظاهر التدين فيه هو ما يسمى بالحياء اليوم في اللغة المعاصرة، الأخلاق العامة أو الحياء العام. هذا مقصد أصيل من مقاصد التدين في الإسلام. الهبوط والدمار الأخلاقي اليوم الذي يهدد بالفعل البنية الدينية في المجتمعات العربية الإسلامية بسبب ما نشهده في الشارع، والشارع ليس فقط يعني هو الشارع بمعنى ديال الزنقة، لا، المقصود بالشارع هو كل أشكال الاجتماع البشري مما هو خارج البيت، سواء كان في مؤسسة يعني مدرسة، معمل، إدارة، شارع بالفعل، فذلك هو الشارع، يعني الاختلاط والاحتكاك البشري الخارجي مما هو دون الاحتكاك الداخلي الذي هو الأسرة، فذلك كله شارع، ذلك كله رأي عام. هناك خطة لتدمير التدين على هذا المستوى، بينما هناك قصد تشريعي أصيل في حماية التدين على هذا المستوى. والتشريع المتعلق بحماية التدين على مستوى الشارع أغلبه يتعلق بأحكام الحدود والتعازير في الإسلام، أي الأحكام القضائية. فأحكام الأسرة لها تفصيل كما ذكرت في الكتاب والسنة معا، وأحكام القضاء لها تفصيل أيضا في الكتاب والسنة معا. وأحكام القضاء أو الحدود والتعازير وتنظيم الاجتماع الذي هو الشارع اليوم أو الرأي العام يهدف في عمومه إلى الحفاظ على الحياء العام، حياء العام. ولذلك وجدنا الحدود في الإسلام التي هي العقوبات،
تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات، لأن المقصود إنما هو معاقبة من يجاهر بالمعصية، من يجاهر بالمعصية. حد الزنا مثلا لا يجوز تطبيقه إلا بعد شهادة 4 شهداء يجمعون في شهادتهم على تحديد الزمان والمكان والشخص والحال، وهو شهادة أو وهي شهادة تكاد تكون مستحيلة، مستحيل أن يقع مثل هذا. ولا أعلم شخصيا حكم حد من حدود الزنا وقع في التاريخ بناء على شهادة 4 شهداء، وإنما وقع تاريخيا باعتراف الزاني، يأتي فيقول يا رسول الله طهرني، هو يعترف، أو بدليل قاطع لا يحتاج إلى شهيد وهو الحمل من الزنا، دال قاطع. أما شهادة هذه 4 شهداء فلم نعرف لها حادثة ولا واقعة، ومع ذلك ربط الشارع التشريع بها، فمن اتهم شخصا بالزنا دون أن يأتي بالأربعة حد حد القذف. لما؟ لأن المقصود من تطبيق العقوبة هو تنظيف الشارع باللغة المعاصرة، تنظيف الشارع، أي حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. تشيع الشيوع يعني أن يصبح الزنا أو الفساد عرفا اجتماعيا كما هو اليوم مع الأسف. صورة المرأة العارية الآن وضع عادي طبيعي صار عرفا. وما العرف؟ العرف ما يعرفه الناس، المعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المعروف ما يعرفه الدين ويعرفه الناس من حقائق الدين، فهو منتشر ولذلك سمي معروفا. والمنكر نادر فهو نكرة لا يعرفونه، منكر أي ننكره لا نعرفه، فهو قليل نادر، بل نادر، والنادر هو أقل القليل، فإذ نجهله إذا يقع أو إذا وقع نستغربه فننكره. كأن توضع مثلا على سبيل المثال قنينة خمر في هذا المكان وهذا الزمان بين هؤلاء الناس في هذه اللحظة، سنستغرب جميعا، لأنه ليس من شأن هذا المكان ولا من شأن هذه الحال ولا هؤلاء الناس أن يكون بينهم خمر، سيكون منكرا أي نكرة مستغربة. كذلك الزنا والخمر وكل المبيقات شأنها في المجتمع الإسلامي ليس في هذا المكان وحسب، بل في كل مكان، أن تستغرب، أن تكون نكرة مستقذرة فينكرها الناس ويعرفون المعروف لانتشاره وشيوعه. الحياء العام هو المطلوب تشريعا على مستوى الرأي العام أو الشارع، ولذلك منع الإسلام أن تجلس إلى طاولة خمر وإن لم تكن تشربها حتى لا تألفها ولا تبقى ولا تصير بالنسبة إليك شيئا معروفا، بل يجب أن تبقى منكرا، لأن إنكار المنكر إنما يقع في البداية على المستوى النفسي، تنكره أي تستقذره، أما إذا ألفته فإنك ستعجز نفسيا عن إنكاره لأنك تألفه. اليوم العراء أو التبرج شيء عادي عند الناس حتى المتدينين منهم، لأنك تدخل عليهم صباح وعشية في الإدارة ولفناه ما بقاش عندنا عجب، بل اللي غريب هو المرأة المتحجبة كتبان غريبة لأنها قليلة، الندرة تجعل الشيء غريبا والكثرة تجعل الشيء معتادا. إذن تشريع الحدود إنما هو في الأصالة لجعل المنكر نادرا، أي لإبقاء المنكر منكرا، لتبقى السرقة نادرة منكرا، والزنا والخمر وكل الفواحش التي لها عقوبات حدية أو تعزيرية أي من اجتهاد القاضي ثم تعزير. إذن الدعوة في العمق تتجه اتجاهين، اتجاه إصلاح الإنسان من حيث البنية الفردية والبنية الأسرية،
والاتجاه الثاني إصلاح المجتمع العام، أي بالدفع في اتجاه تقليل الفاحشة، تقليل المنكر ليكون منكرا حقا لن نقضي عليه. وليس غايتنا أن نقضي عليه، ولا يمكن أبدا أن نقضي عليه، إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يقضي عليه، لأن حد السرقة نزل في صحابية، وحد الزنا نزل في صحابية وفي صحابي، وحد شرب الخمر نزل في صحابي أو بعض صحابة. فالقضاء على المنكر على التمام غير ممكن، لأن الكمال ليست من شيم الإنسان، وإنما القصد التشريعي تقليل المنكر. إذا وصلنا بالمجتمع المغربي إلى أن صلى أغلب الناس، فذلك تحقيق لهدف الإصلاح والدعوة إلى الله، يعني يصبح المعروف معروفا حقيقة بعد خروج رمضان. سنعود إلى المساجد ولن نجد فيها إلا الندرة، أما الكثرة الغالبة فخارج المساجد مع الأسف. إذن هذا هدف استراتيجي كما يعبرون اليوم، جوهري. قضايا الفساد من خمور وزنا وفواحش ينبغي أن تضمر في المجتمع وتقل إلى درجة الندرة، لن نطمع في القضاء عليها ولكن تقل. حينما يصير المجتمع إلى شيء من هذا بالأساليب التحتية السلمية وبالاستعانة بالوسائل السياسية، ولكن التي ترمي إلى هذا الهدف، استعمال السياسة من فوق لإصلاح القواعد من تحت، لأن القواعد من تحت هي الهدف الأصيل، هي الهدف الأصيل. حينما كانت المجتمعات في السابق في التاريخ متدينة، لم يهتم الفقهاء بالشأن السياسي رغم انحرافه. المسألة السياسية أقول وقعت فيها انحرافات منذ خلافة معاوية رضي الله عنه، وقلب الحكم من خلافة على منهاج النبوة إلى ملك، بدأت سلسلة الانحرافات إلى درجة فيما بعد مع الخلفاء الأمويين والعباسيين إلى درجة التلاعب بأموال الله التي تجمع من أموال الزكوات. ومعلوم أن أموال الزكوات منصوصة مصارفها نصا، ولا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، ولكن تلاعب بها الخلفاء والأمراء وفسدوا وأفسدوا. ولكن لم يصدر من فقيه من الفقهاء المعتبرين فتوى بالثورة عليه. كيف يقع إجماع تاريخي من مالك مثلا، إمام مالك، أبي حنيفة قبله، والإمام الشافعي بعدهما، وأحمد بن حنبل وجيلهم من الليث بن سعد والأوزاعي وهلم جرة ومن بعدهم من الفقهاء على القومة كما يعبرون، على ملك أو أمير لأنه انحرف أو لأنه فعل أو فعل أو فعل، كان هناك إجماع سكوتي، بل الأكثر من ذلك لم يكن هناك إنتاج فقهي على المستوى السياسي إلا على سبيل الندرة. يستغرب كثير من الدارسين لما هذا التفصيل لدى فقهاء المذاهب في مسائل العبادات والعقائد والندرة الملفتة للانتباه على مستوى التشريع السياسي. كتب السياسة الشرعية أغلبها في القضاء، هي أصلا قليلة كتب السياسة الشرعية بالنظر إلى كتب الفقه، قليلة جدا كتب السياسة الشرعية، نادرة، ما تعدش التاريخ كله 5 أو 6 الكتب، إلى جانب ملايين المؤلفات في الفقه وأصوله وفروعه ونوازله. ثم هذه الكتب اللي هي كتب السياسة الشرعية أغلب ما فيها لا يتعلق بالسلطان، ولكنه في كثير من الأحوال يتعلق بالقضاء وسياسة القضاء، وفي بعض الأحيان يتعلق بالسلطان والآداب السلطانية والأحكام السلطانية. هل مالك سكت عن ذلك جبنا وهو الذي ضرب بالسياط على مسألة فقهية فيها رائحة السياسة؟
وأبو حنيفة الذي ضرب بالسياط على مسألة قضائية، والإمام الشافعي الذي جاء به من اليمن معتقلا مكبلا بالسلاسل والحديد حتى تدخل له الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة على تهم لا أصل لها. لا يمكن أن يتهم هؤلاء بالخوف، مستحيل. بل حتى إن اتهم بعضهم كيف يتهم إجماعهم وإجماع من قلدهم من الآئمة ومن كان مجتهدا بعدهم على هذا التواطؤ التاريخي؟ تتفرد مذاهب الشيعة ببحث المسألة السياسية تاريخيا وببحثها في مجال أصول الدين، وما ذلك إلا لأن الإشكال لم يقع في النصوص ولكن وقع في الفكر الشيعي، إذ بدأت القضية مباشرة عند الفتنة التي حصلت بين الصحابة، وتطور المذهب الشيعي على نوع من الغلو في عقيدتهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فنشأ في ذلك زيادة بحث لم تعرفها فروق السنة. والمسألة السياسية كعقيدة علمت مع الشيعة ومع الخوارج، ولم تعلم مع أهل السنة والجماعة، بل إن فقهاء السنة أقروا مجتمعاتهم. لما؟ لأن المجتمعات كانت متدينة في طبيعة، كان الناس يصلون، ظاهرة ترك الصلاة لم تعلم إلا في عصور الانحطاط، أداء الزكوات، يعني أشكال التدين الفردية والجماعية، تنظيم الأسر، ما كانت هناك إيديولوجيات تنادي بخطة إدماج المرأة في التنمية، ما كانت هناك أي جهات إعلامية تخريبية تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ينحرف السلطان حينا ويستقيم حينا، ما كان ذلك مشكلا بالنسبة لأئمة السنة والجماعة ما دام المجتمع والمؤسسات الاجتماعية في أمان الله وحفظه تدينا. مشكلتنا الكبيرة اليوم هي أن المجتمع في مؤسساته التحتية غارق في الشهوات، غارق في الانحراف، مهدد في بنيته الأسرية بالتنظيمات والأفكار الإيديولوجية الدخيلة التي تقصد إلى تدمير بنية التدين الفردية والجماعية في نهاية المطاف. ولذلك أقول منهج الدعوة بالفعل ينبغي أن يصب في هذا الاتجاه، إعادة المجتمع من حيث هو مجتمع مدني إلى التدين، واستعمال كل ما من شأنه أن يساعد في ذلك، سواء كان سياسة أو اقتصادا أو إعلاما لا يهم، ما دامت الوسيلة تؤدي إلى هذا الهدف فهذا الهدف هو غايتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.